السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معايا نجم كان لازم أول ما أشوفه لازم أدخله في لايف معايا ونتكلم عن أحداث الدوري وعن أحداث ماتش الزمالك والأهلي. النجم ده نجم كبير جدا، شرف لكل الناس إن هو كان أحد نجوم كأس العالم 90، ومن لعيبة الكورة اللي سابوا تاريخ كبير جدا في الكورة المصرية، واللي بيقولوا عليه الغزال الأسمر، بيقولوا عليه يعني بيقولوا عليه حاجات كتير جدا. فانا مش هقعد اشكر، انتوا طبعا هتتبسطوا جدا ان النجم ده معايا النهارده، وزملكاوي اهلاوي اي حد بيحب النجم الكبير ده، وهندردش انا وهو مع بعض في اخبار الدوري وبدايه الدوري، وشايف الدوري ازاي، وشايف بطوله السوبر زمالك واهلي ولقاء الاهلي والزمالك عامل ازاي. نجمنا النهارده اللي معانا النهارده الاسطوره السمراء كابتن احمد الكاس. حبيبي يا كابتن احمد، ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا طارق حبيبي. انا النهارده بغيت السعاده ان انت معايا النهارده، ويا جماعه كابتن كاس ده مثال للادب وللذوق وللاحترام، زائد مثال للعيب الكوره الكبير اللي ممكن الواحد يتشرف ان هو يشوفه. نورنا يا كابتن، نور البيت عندك. ربنا يخليك يعني كمان طبعا اللعيبه اللي مش هتتعوض ابدا، لعيب طول عمرك محترم، ادائك عالي، ما شاء الله عالي، حتى وانت في التدريب ما شاء الله تنتقد اللعيبه اللي شبهك على طول. حبيبي يا كابتن، حبيبي طبعا كل الناس على الصفحه اكيد مبسوطين او هيتبسطوا ان حضرتك معانا النهارده، ونورت صفحتي ونورت البيج عندي ونورت قناه اليوتيوب عندي. والله ده انا اللي سعيد ان انا موجود معاك وموجود على صفحتك النهارده. طبعا يا رب نكون ضيوف مثلا زي ما بيقولوا كده خفاف. انت طول عمرك خفيف الزله يا كاسر. ربنا يخليك حبيبي. شايف بدايه الدوري ازاي يا كاسر؟ والله بدايه جميله، يعني الدوري ده احنا يمكن انا كنت قايل ان الدوري هيبقى مختلف تماما عن اي سنين تانيه. كل فرقه مدعمه كويس، كل فرقه بتستعد كويس واستعدت كويس، حتى الفرق اللي صعدت من الممتاز ب للممتاز الف جاهزين كويس قوي، سواء اسوان او حرس الحدود او الداخليه، برغم ان هم خسروا في البدايات، لكن ده مش معناه ان هم مش معدين، لا بالعكس الدوري هيبقى قوي جدا جدا السنه دي. واتمنى زي ما كان السنه اللي فاتت كان في صراع من اجل البقاء لاخر مباراه، نفسي نشوف بقى ده الكلام ده كله فعلا على الدوري والممتاز. يعني نفسي اشوف الاهلي والزمالك بنفسه، طبعا اوريدي كده كده الزمالك والاهلي بنفسه على بطوله الدوري ده على طول، لكن نفسي غير بيراميدز بقى نشوف بقى فرقه ثانيه، يعني نشوف فرقه زي الاتحاد ماشيه السنه دي كويس، عملت هيك كويس جدا. المصري دخل في الصوره، المصري الى حد ما يعني لا انت تبص، يعني انا بتكلم يعني ايه الاتحاد اكتر الفرق اللي كانت معرضه السنه اللي فاتت ان هي في وقت صعب جدا، لكن السنه دي النهارده بدأ بدايه كويسه جدا، بدأ بمكسبين ورا بعض، يعني حاجه جميله وحاجه رائعه، مكسب في اسوان ومكسب مع الداخليه، فاعتقد ان ده شيء كويس قوي. كل الناس بترحب بيك الاول على البيتش، لان انا شايف الرسائل كلها يعني كلها ترحيب. طيب بدايه الزمالك في الدوري وفوز 6 بونت، وبدايه الاهلي و6 بونت، الاتحاد و6 بونت، حاسس ان المنافسه السنه دي هتبقى اقوى من السنه اللي فاتت بكتير؟ بص لك الحاجه، يعني دايما الزمالك والاهلي من الانديه اللي عشان كده معظم الناس يعني زملكاوي واهلاوي، وفي اسماعيلاوي وفي اتحاداوي وفي مصري، لكن انا بتكلم ان دايما الزمالك والاهلي على طول على مدار الحياه، اللي انا حتى من وانا صغير وبطلع ببقى شايف ان الزمالك والاهلي على طول في سباق من التنافس بينهم وبين بعضينا. انا بقول تنافس، خلي بالك عشان النقطه دي هنرجع ليها تاني فيما بعد، في تنافس بينهم وبين بعضينا على درع الدوري. تمام. قليل قوي لما لقينا حد بيدخل، يعني مثلا مره الاسماعيلي دخل واخد، مره المقاولين اخد، بس دي على فترات كبيره قوي. انا نفسي دايما ان اكتر من فرقه من الفرق الجماهيريه ان هي فعلا تبدا تنافس عشان نحس بطعم الدوري. ممكن انا كراجل زمالك وانا بحب الزمالك وعايز الزمالك ياخد كل الاوسمه وكل الاضواء وكل السوبر كول، واحد اهلاوي مثلا يبقى عايز الاهلي ياخد كل الدوري وهكذا، لكن لما تبقى في اكتر من فرقه ثانيه بتدخل في دور المنافسه، ده بيبقى بيدي طعم للدوري، وبيدي كمان نكهه جميله جدا ان الاخر وقت ما تعرفش مين اللي هياخد البطوله. ده انا نفسي ان انا اشوفه السنه دي، وده احتمال كبير قوي ان احنا نشوفه السنه دي ان شاء الله باذن الله. ماتش السوبر و
لقاء سوبر، والزمالك حصل على بطولة الدوري وبطولة الكاس وبينافس على بطولة السوبر بقوة، والأهلي حصل دوري وكاس السنة دي وجايب مدرب جديد كولر، والزمالك مستمر بالمدرب بتاعه فيريرا. شايف المنافسة ازاي في الماتش ده؟ وانا مش هقول لك توقعاتك لان انا عارف الرد اللي هيتقال في الكلمة دي، انما شايف مين الاقرب؟ شايف الاستقرار اللي موجود هنا والاستقرار اللي موجود هنا، شكل الفرقتين، شايف الماتش ازاي بوجهة نظر الكابتن كاس، صاحب التاريخ الكبير، صاحب الاسم الكبير، صاحب كل حاجة في الكورة؟ يعني انا بقول ان انت صاحب الكورة يعني. بص كابتن طارق، انت عارف احنا في المجال، احنا رياضيين، فاحنا فاهمين الامور ماشيه ازاي، وخاصه ان البطوله صعبه. خذ من النهارده السوبر، خذ من النهارده كابتن مصر. فطبعا المباراه صعبه قوي ما بين الاهلي والزمالك، والاهلي او الاهلي والزمالك، لسبب احنا في الكوره احنا عارفين نقدر نقول مثلا ايه، ان الماتش ده هيبقى صعب، انما مفيش شك نادي الزمالك عايز البطوله بجمهوره بمجلس ادارته بجهازه الفني باللعيبه، ونفس الكلام نادي الاهلي عايز ياخد بطوله السوبر بجهازه بمجلس ادارته بجمهوره بلعيبته بكل شيء. لكن المباراه صعبه لان زي ما انت قلت كده، ان النادي الاهلي داخل المباراه وهو يمكن بقى له فتره ما خدش بطوله جريح. نادي الزمالك لحد ما اخذ بطوله الدوري وبطوله الكاس، فاهم قصدي؟ لكن في نفس الوقت برضك قلقان وعايز يحافظ على ده، ويحافظ على المشوار اللي هو بدا. المباراه صعبه، لكن انا عايز اقول برضك ايه؟ ان في ناس كتير جدا ما تعرفش العلاقه اللي دايما ده، انا بتكلم من هنا ايه؟ من خلال السوشيال ميديا، ان احنا اللي احنا نحسهم اللي انتم جميل، انتم للاهلي، انتم للزمالك، انتم اي حاجه، ده شيء جميل جدا ورائع جدا. لكن مش معنى فرقه خسرت واخد بالك ان احنا نحفل على الفرقه ديت، ويا انا شايف ان هي بتبقى كتيره قوي صعبه قوي، لان هنا بنخلق يعني ايه، ما بقتش تنافس اللي انا كنت بقول لك عليه، ما بقتش تنافس، بقت معركه. ما فيش معركه، يعني معركه يعني لازم واحد فينا يتعور او يتصاب او يحصل له، انما التنافس انا بتنافس معاك عشان يعني زي ما بتقول ماراثون، عشان مين اللي هيطلع الاول ومين الثاني، وخلاص انا اقول لك مبروك واقول لك وانت تقول لي هطلع، الموضوع انتهى. ده اللي احنا نفسنا نشوفه في الكوره. مثال على كده في الدوري الاسباني بنشوف برشلونه وريال مدريد بيطحنوا بعض، فاهم قصدي؟ والجمهور بيبقى واقف على الفرقه، اللعيبه بعد الماتش يخلص ده بيبارك له وبتاع وياخده بالحضن ويروح له جمهوره يسقف له ويشكره على ان هم فضلوا يأذوا الفرقه بتاعتهم للاخر. احنا نفسنا ناخد الحاجه دي، وانا بكلم ده لجمهور نادي الزمالك وجمهور نادي الاهلي، انتوا يعني قمم كبيره جدا وبتعملوا دخلات كبيره جدا وبتعملوا شغل كبير جدا في المدرج، مش عايزين حته التشاجر اللي بيننا وبعضينا دي، نفسنا ان هي مش هقول ان هي تنتهي، لا مش نقول ان هي تقل، او الناس الكبيره من مشجعين النادي الاهلي ومشجعين نادي الزمالك ان هم يقدروا يسيطروا على الكلام ده كله وتخرج مباراه جميله. الزمالك كسب يبقى هارد لك للنادي الاهلي، الاهلي كسب هارد لك للنادي الزمالك، وهكذا. نفسي ان ده يحصل والله يا طارق، يعني لان مش صعب شويه يا كابتن. يعني انا في الحته دي برضو انا متفق معاك 100% في كلامك ان التعصب وحش جدا، بس في الاخر كل جمهور فرقه او كل جمهور نادي عايز فرقته تكسب، عايز مش قصدي يعني مثلا افتراضا واتيفر مثلا مين كسب، ايا كان اللي كسب جمهوره هيفرح معاه ولاعيبته هتفرح معاه، ده شيء طبيعي، فاهم قصدي؟ لكن انت بتتكلم يعني مثلا كانت حاجه حضاريه كبيره جدا لما شفنا في مباراه الكاس لما نادي الزمالك عمل صف اللي هو الممر الشرف النادي الاهلي، والنادي الاهلي عدى وسلمه. انا بتكلم طب ما ده جميل، من حق الزمالك يفرح لما ياخد بطوله، من حق الاهلي يفرح لما يفضل، مش بقول له انك انت تعيط، لا افرح مع جمهورك وهيص واضحك والكلام ده كله، بس دون المساس للفريق الاخر، دون مساس في ايه؟ انك انت ما تغلطش في الفرقه الثانيه، ما تشتمش الفرقه الثانيه، ده انتوا كذا ده انتوا كذا، لا افرح مع فرقتك وانبسط وده حقك الطبيعي لانك انت منتمي للفريق. انا بتكلم على ده، انما انت عارف برضك ان احنا دايما كلعيبه صحاب بره الملعب قوي يعني انا أكيد. دي برضك عايز الفت نظر الناس يعني من خلال برضك يعني ان انا متواجد معاك على الهواء، احنا بره الملعب يمكن في علاقات طيبه بيننا وبيننا وببعضينا حتى وقتنا هذا، ما فيش بنقعد نهزر ونضحك والكلام ده كله، لكن داخل الملعب لا خلاص انا عندي انتماء وعندي
فرقتي ونادية لازم اصارع واجتهد عشان اعمل لهم بطوله. تمام. طيب لازم تقول لي متوقع ايه الماتش الجاي، مين الاحسن؟ انا هقول لك على توقع، هقول لك على حاجه. ما انا برضك انا انتمائي للنادي الزمالك، فشيء طبيعي جدا انا نفسي ان النادي الزمالك ياخد البطوله، وده شيء طبيعي جدا، حق طبيعي جدا ليا كراجل مثلا لعبت في نادي الزمالك وبحب نادي الزمالك، شيء طبيعي جدا. حمود لو كان مثلا معايا معاك حد هنا اهلاوي في مليون في المية هيقول لك لا الاهلي عايز يكسب لان انا بنتبه، ده شيء طبيعي يعني. يعني مش مثلا الناس هتشتمني عشان انا بقول كده، لا المفروض ان انا ده شيء طبيعي يعني، حاجه يعني بديهيا. مش ممكن انا حاجه بقعد هنا وانا بحب نادي الزمالك ولعبت في نادي الزمالك وبنتمي للزمالك اقول لك مثلا فرقه ثانيه تكسب الزمالك، يبقى انا يعني ماليش خير في النادي ده خالص. طب كويس، اقرا لي دماغ فيريرا الماتش الجاي. والله انا يعني انك راجل برضه من المدربين اللي انا بثق في في فيهم كمدرب، وشغلك بيبان في كل فرقه بتلعب بتمسكها كده. والله هو من خلال الماتشين اللي فات انا شايف ان في تدرج في المستوى، يعني المباراه الاولانيه لحد ما يعني كسبته ومكسب كويس، المباراه الثانيه كسبتها وبرضك مكسب لحد ما كان كويس مع بعض الاخطاء اللي كانت موجوده. لكن خلينا نقول ان في بعض اللعيبه الغيابات اللي ممكن تاثر على على نادي الزمالك، وخاصه ان عرفت ان الحمد لله الونش مش موجود. وده صعب قوي، لان يعني من العوامل الرئيسيه او ركائز الرئيسيه بالنسبه لفيريرا ان هو بيعتمد عليه. طبعا يعني نادي الزمالك ما بيقفش على حد في الاول والاخر، او اي نادي مش الزمالك، اي نادي ما بيقفش على اي حد، هتيجي فتره وفتره. لكن انا بتكلم هيبقى برضك عامل مؤثر شويه انك انت تحس بحته الاطمئنان في الدفاع ديت. انما ما شاء الله محمد حسام عبد المجيد ما شاء الله طلع ولد صغير وطلع وعامل شغل كويس، ده جميل. فيريرا زي ما قلت لك يمكن لعب الماتشين، ودي نقطة مهمة، وانك انت تدخل المسابقة ما تبقاش يعني فول باور قوي، ما تبقاش داخل بقوة قوي في بطولة الدوري، ما بتبتديش قوي. ما بتبتديش، انما هو داخل إلى حد ما برضك تدريجيا، يعني كسب المباراة الأولانية، بعد كده المستوى ما كانش كويس قوي، المباراة الثانية أحسن شوية وأفضل شوية، داخل على مباراة السوبر، وأعتقد إن برضك هتفرق معاه، كان معاه من خلالها كان فرقة من فرق أفريقيا اللي كان بيلعب في أفريقيا. فلامبو اللي كسب 5. بتكلم برضك المكسب ده معنوي بيحفز كمان لعيب، لكن أنت بتلعب مع فريق منافس، فريق زي ما بيقولوا إيه قطبي الكرة المصرية، فالموضوع مختلف، وبتلعب على مباراة واحدة. يعني مباراة واحدة يعني كده لازم واحد يطلع كسبان. تمام. فتفكيره هو ما شاء الله يعني باستثناء مباراة الهلال، وكان برضك كان موفق جدا 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 جدا، لأن هو لا بدأ إعداد ولا عمل إعداد. صح. يعني مباراة الزمالك والهلال يعني هو طلع بأقل الخسائر، إنك أنت تطلع بالشكل ده، إنك أنت تطلع إنك أنت يعني خساره كده. خد بالك كمان فريق الهلال كانت جاهزه كابتن فنيا وجاهزه وعامله فتره اعداد قويه، ده اللي قاعد بديل اجمد من الاساسي. فكتر خيره، فهو بيقدر بيتعامل مع اللعيبه كويس قوي، واللعيبه كمان بتحبه. وفي حاله انا شايف ان شيكابالا عاملها قوي، يعني لم من اللعيبه حوالين منه وحوالين فيريرا، وهو كمان ذات نفسه كمان عادل قوي في 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 اختياراته للعيبه. دي من سمات المدرب. يعني تشكيل الزمالك يعني لو هقول مثلا عواد هيلعب 3 ولا هيلعب 4 ولا هيكمل بنفس شكل اللعب اللي بيلعب بيه، لان الراجل انا بشوفه كابتن احمد، بما اني برضو بتفرج على الزمالك ومتابع الموضوع كويس، في ماتش سيراميكا عمل حاجه غريبه جدا، ابتدى 3 4 3 بعد ما جاب الجون الاولاني في سيراميكا، غير طريقه اللعب ل 3-5-2 في مينيت، اللي هو خلى زيزو تحت سيف الجزيري وخلى امام عاشور دخل نص الملعب ولعب بثلاثه في نص الملعب، الوردي ورؤى وامام عاشور، ولعب بالثلاثه اللي ورا مع الباكين عمر جابر قبل ما يتغير وفتوح، وكان عبد الغني والزناري والمسلوسي. فهل هيبتدي اللي ختم بيه اللي هم 3-5-2 ولا هيبتدي 3-4-3 ولا يعني توقعك بص انا هقول لك على حاجه. انت مدرب برضك وعارف كويس قوي ان المدرب بيدرس الفرقه اللي قدام منه كويس جدا، وبناء على القماشه اللي موجوده عنده بيقدر. عنده هو عنده ما شاء الله، هو دلوقتي داخل في السنه الثانيه، يعني حافظ اللعيبه كويس قوي، اللعيبه ذات نفسها فهمت دماغه ايه، قدر ان هو يشكل اللعيبه ويوظفها في وظائف ثانيه. فانا في اعتقادي ان هو برضك الى حد ما ممكن يبدا ب 3-5-2، وممكن يرجع برضك
يعني بيغير في المباراه. التغيير في المباراه ده بيحصل خلل بالنسبه للاعيب، لان اللاعب يجي بيبقى عنده سيستم كده خلاص، انا نازل ماسك طارق فهبقى ماسك بنت مان، ابص الاقي طارق مش هنا بيلعب في حته تانية، طب انا هروح فين؟ الخلل ده هو بيلعب عليه على اساس ان في الفتره دي اقدر ان انا اجيب الجول. فده برضك من التفكيرات الذكيه اللي هو بيقدر يعملها. 3 4 3 برضك يعني طريقه يعني برضك تعتبر الى حد ما هجوميه، وفي نفس الوقت برضك تتلخبط في حاجات كتير قوي، انك انت بتستخدم مساحتك الملعب الكبيره قوي، تقدر انك انت منها من خلالها من خلال عندك سرعات، من خلال عندك مهارات فرديه تقدر تخلص المباراه. كابتن كاس ما نورتني وشرفتني، وكل اعضاء البيتش رسائل، لو احنا قعدنا نقرا رسائل حاجات يعني بيتكلموا على حضرتك، وانا كنت سعيد جدا ان انت كنت معايا النهارده، وبستغل الفرصه ان انت كنت معايا النهارده وظهرت معانا على البيتش، وكل اعضاء البيتش وكل اعضاء القناه بيشكروا حضرتك على تواجدك معانا. وانا شخصيا يا كابتن كنت سعيد ان انا معاك الفتره دي، احنا يمكن الفتره دي فتره من الفترات الجميله اللي انا عشتها مع حضرتك، وان انا متواجد مع حضرتك. نشكر الكابتن كاس على تواجده معانا يا جماعه، وان شاء الله باذن الله على لقاء قريب ان شاء الله باذن الله مع نجم كبير تاني، ونجم موجود معانا من النجوم. كل التحيه لكم وكل الشكر لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.